لا شك بالنسبة للملك عبد العزيز هو الأساس في هذا، والقضاء منصب أساسي، بل إنه تقريبا هو المنصب الثاني بعد منصب الأمير. لماذا العقاب؟ ما كان يرغب فيه؟ الآن ما يمكن خطيب جمعة يخطب ويصلي وهو يلبس العقال، فقال أريدك أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقال هذا لا يمكن. قال لا تأتوا بالجنائز، أرعبتم الناس. والحقيقة أن اليوم الوطني فرصة لتذكر نعم كثيرة تغيرت، ومنها ما يتعلق بهذا السؤال المتعلق بالتعليم. فالتعليم بالنسبة لمناطق المملكة على كل حال كثيرة، لكن الأساس وهي نجد إلى توحيد البلاد في بداية الخمسينات ما كان هناك تعليم نظامي، بل هو التعليم غير النظامي، وهذا له قرون متعددة منذ قيام الدولة السعودية الأولى بل قبل قيامها، ولكن يتطور ويتغير في كل منطقة وفي كل مدينة. والتعليم غير النظامي هذا ينقسم إلى قسمين: التعليم الأولي، وهذا خاص بما يسمى الآن بطلاب المرحلة الابتدائية، ويتعلم فيه الطلاب سور قصيرة من القرآن الكريم وبعض الأناشيد أو المحفوظات كما يسمونها، وكذلك أيضا عمليات الحساب الأربعة: الجمع والطرح والضرب والقسمة. برفع برفع أبجزم أبجزم بن 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 تن 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 تن. ولكن مع الأسف لم يكن مهيأ للجميع، لأنه أولا الآباء بحاجة إلى أبنائهم، فلا يرسلونهم إلى هذه الكتاتيب أو المدارس الأولية. والثاني أيضا مع أن النفقة قليلة جدا بالنسبة للمعلم، لكن مع هذا كثير من الأسر ربما لا يستطيعون دفع هذه المبالغ، ولذلك شاهد فيها أنها لا تتيسر إلا للقليل من الأسر الغنية أو المتوسطة. ولهذا الكثير من الناس في تلك الفترة كانوا أميين، هذا بالنسبة للمرحلة الأولى. المرحلة الثانية وهي مرحلة الدراسة في المسجد الجامع، إذا كانت المرحلة الأولى لا تتهيأ إلا للقليل من الطلاب، فستكون المرحلة الثانية أصعب أيضا، لأنه في مرحلة التقدم من العمر والشاب ربما يكون متزوج فلا يمكن أن يصرف عليه والده، ولذلك لا تتهيأ الدراسة المتقدمة هذه إلا لعدد قليل من الأسر الغنية التي تستطيع أن تفرغ أبنائها للدراسة، وهؤلاء قليلون. هذا في نجد. أما في المناطق الأخرى بالذات الحجاز، هذه كان فيها مدارس نظامية منذ دخول الملك عبد العزيز للحجاز، 43 بالنسبة لمكة و44 بالنسبة لجدة والمدينة، كان هناك من مدارس. وضع الحرمين طبعا يختلف، فالمدرسة الصولتية مثلا هذه متقدمة، وكذلك مدارس الفلاح أيضا يأسسها الشيخ عمر زينل، والصولتية كانت للشيخ الهندي محمد الصولتي، فكان هناك مدارس نظامية. أما بالنسبة لنجد والمناطق الأخرى فبدأت الدراسة النظامية في عام 1356. قبل عام 1356 ما كان هناك مدارس نظامية، فأسست المدارس الابتدائية في عام 56، ثم بعد ذلك المدارس كانت الثانوية مع المتوسطة، يسمونها المدرسة الثانوية وهي 6 سنوات، ثم قسمت إلى قسمين: مرحلة متوسطة ومرحلة ثانوية. ثم بعد ذلك أنشئت أيضا يعني المعهد العلمي، وأنشئت كلية الشريعة في مكة، وأنشئت كلية الشريعة في الرياض، ثم بعد ذلك جامعة الملك سعود وهكذا. إنما التعليم الحجاز كان متقدما، وهذا أمر طبيعي لأنه منذ عهد الدولة العثمانية، والحرمين سيكون لهما وضع خاص، لكن في نجد تأخرت إلى 56،
ولكن بدأت المدارس بالزيادة، وخاصة بعد الموارد المالية وبعد بداية إنتاج البترول في آخر الخمسينات الهجرية. وفي عام 73 بالذات يعني تغيرت مديرية المعارف إلى وزارة المعارف، وأول وزير لها كان سمو الأمير فهد بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين فيما بعد، ونهضت الحياة العلمية في نجد بشكل كبير جدا وفي كافة مناطق المملكة، وصلت إلى البلدان وإلى القرى الصغيرة وإلى الجبال البعيدة. لا شك بالنسبة للملك عبد العزيز هو الأساس في هذا، ولهذا كما قلت لما تيسرت الناحية المادية، لأن الناحية المادية على كل حال بالمملكة مرت بفترات، يعني عام 19 نهاية عقد، فالعقد الثالث من القرن الرابع عشر الهجري وهو العقد الأول بالنسبة لتاريخ الملك عبد العزيز والدولة السعودية الثالثة، لا شك أن المملكة كانت تعاني من الفقر وهذا أمر طبيعي. العقد الثاني من الدولة السعودية الثالثة وهو العقد الرابع من القرن الرابع عشر الهجري كان ضم الأحساء، فلا شك أن هذا كان فيه زيادة لأن الأحساء فيها مزارع ويأتي منها زكاة. العقد الخامس في القرن الرابع عشر الهجري وهو العقد الثالث بالنسبة للدولة السعودية الثالثة كان ضم الحجاز، وهذا له أهمية بالنسبة للرسوم على الحجاج، وهكذا استفادت منها الميزانية بشكل كبير. لكن في العقد السادس الهجري كان إنتاج البترول، مع أنه هو ما بدأ يعني الإنتاج قليل وسعر البترول أيضا بسنتات قليلة، لكن زاد الإنتاج في الستينات الهجرية ثم في السبعينات وزاد زيادة كبيرة، وزيادة الإنتاج يكون فيها زيادة بالنسبة لمصروفات الدولة وعلى رأسها التعليم، وكان الملك عبد العزيز دائما يهتم بالتعليم لا شك، ويرى أنه هو الأساس في هذا، فهو المرجع الأول وهو الأساس، ولكن أيضا رجاله المخلصون الذين وضعهم على التعليم لهم أساس، مدير التعليم في الحجاز صالح شطا، ثم بعد ذلك أيضا عدة آخرين، وكان منهم الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع، كل هؤلاء بذلوا جهود كبيرة حتى كما قلت أنشئت وزارة المعارف في عام 73 في بداية عهد الملك سعود رحمه الله. نعم، القضاء لا شك أنه أمر أساسي، والقضاة يتخرجون من القسم الثاني الذي أشرت إليه قبل قليل، قبل التعليم النظامي، وهو التعليم في المسجد الجامع. التعليم في الجوامع الغالب القرى النجدية كلها يكون فيها جامع واحد في ذلك الوقت، أول ما بدأت تأسيس المملكة العربية السعودية، فالطلاب المتميزون يدرسون في هذه المساجد ويتخصصون في علم الفقه، وهذا منذ العهد النجدي حتى منذ قبل عهد الدولة السعودية الأولى، ويهتمون بالفقه حتى عندنا في نجد كانوا بالذات قبل الدولة السعودية كانوا يهتمون في النجد وفي الفقه، ويتبين هذا من الإجازات من الشهادات التي يعطيها المشايخ لتلاميذهم. من الأمثلة على هذا مثلا شهادة أو إجازة يسمونها بالإجازة، إجازة الشيخ عبد الله بن أحمد بن عضيب لتلميذه الشيخ حميدان بن تركي، يقول بعد المقدمة: فإن علم الفقه طود شامخ، صعب مرتقاه، بعيد منتهاه، ليس من تسنمه كمن لاذ بحضيضه، ولا من جنى من ثمره كمن تولع بنقيضه. فهم يهتمون بعلم الفقه وله أهمية، لأن خريجيه يتولون القضاء، والقضاء منصب أساسي، بل إنه تقريبا هو المنصب الثاني بعد منصب الأمير، بل إنه منصب أساسي ولا يتغير. أمير البلد قد يكون هناك نواحي سياسية وفي تغيير، أما القاضي الغالب لا يتغير إلا بوفاته أو بكبر سنه، ولهذا يحرصون على القضاء. ولهذا قبل عهد الدولة السعودية الأولى لم يكن هناك اهتمام بالجوانب الأخرى، خاصة بعلم العقيدة وعلم التوحيد، يهتمون بالفقه أكثر من أجل المنصب، وهذا أمر طبيعي حتى في وقتنا الحاضر. الآن جامعاتنا ولله الحمد فيها تخصصات كثيرة،
بعض الطلاب ربما من خريج الثانوية يميل إلى القسم الفلاني أو القسم الفلاني، ولكن لا يذهب إليه لأنه يعلم بأن فرصة العمل بعد التخرج تكون قليلة، فيذهب إلى قسم آخر يرى أنه بعد التخرج من الممكن أن يجد وظيفة مع أنه لا يميل إليه، لكن من أجل العمل. فكذلك القضاء عندنا، الشاهد أن القضاة كانوا يتخرجون من هذه الجوامع، مثلا في الرياض في أول عهد الملك عبد العزيز كان العالم الكبير الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف، ثم بعد ذلك تولى بعده أيضا عدد من العلماء، منهم حتى الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد تولى القضاء. في مكة الشيخ عبد الله بن حسن بن حسين بن علي بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب. في المدينة أيضا يتولى الشيخ سليمان العمري فترة في المدينة المنورة، كذلك تولاها في الأحساء أيضا، في القصيم في بداية عهد الملك عبد العزيز كان الشيخ محمد عبد الله السليم، ثم ابنه الأكبر الشيخ عبد الله، ثم الابن الثاني الشيخ عمر بن سليم. في عنيزة كان الشيخ إبراهيم بن جاسر، ثم بعد ذلك بعده الشيخ صالح العثمان القاضي، ثم الآخرين تولوا، وكلهم كانوا بحمد الله وفضله مسددين، لأنهم هم كانوا على قدر من العلم ومن المسؤولية. وكذلك الأمور أيضا لم تكن معقدة، والناس أو الخصمين بالذات كانوا يرضون بالقاضي ويذهبون وهم مرتاحون. نعم، يبدو لي على كل حال مثل هكذا سؤال يعني عن سوق فلاني في البلدة الفلانية أو البلدة الفلانية و300 سنة، هذه على كل حال يصعب الإجابة عنها بمعلومات دقيقة، لكن لا شك أن سوق الرياض أو سوق المجلي بالتحديد يعني كان فيه البيع والشراء، أما تحديده ومستواه ومقارنته بالبلدان الأخرى يعني قبل أن تزدهر الرياض طبيعي أنه سيكون يعني متقارن مع مستوى البلدة. لكن في السنوات التي ليست ببعيدة جدا لا شك أنه قد ازدهر السوق، ولكن لا يمكن أن تقول بأن هذا السوق هو أكبر سوق في نجد أو أكبر سوق، هذه صعبة. بعضهم ربما يطلق هذه العبارات، هذا أكبر سوق، السوق الفلانية، المدينة الفلانية في نجد أو في المنطقة الفلانية وهكذا، ولكن هذا لا شك أنه صعب. لكن الرياض أيضا في عهد الدولة السعودية الثانية، لأنه على كل حال العاصمة، عاصمة الدولة السعودية الأولى كانت هي الدرعية، وابن بشر تحدث عن سوق الدرعية في العقدين الأخيرين من الدولة السعودية الأولى، لا شك بأنه كان سوق كبير، والدكاكين حتى أسعارها بالنسبة للآجار وبالنسبة للبيع كانت غالية. وبعد أن دمرت الدرعية الإمام تركي بن عبد الله رأى نقل العاصمة إلى الرياض، وفعلا نقلت واستمرت هي العاصمة، فمن الطبيعي أنها ستزداد في عهد الدولة السعودية الثانية، ثم بعد ذلك في عهد الدولة السعودية الثالثة. نعم، ربما الحاضرة تختلف عن البادية، البادية ربما يرون ما يتعلق بالعمامة وهكذا، وخاصة الإخوان عندما نشأت الهجر في الثلاثينات الهجرية. لكن بالنسبة للحاضر على كل حال داخل الرياض يبدو أن المسألة كان أحد أمرين، إما الغترة البيضاء أو الحمراء حسب الرغبة كما هي الآن، بعض الناس يلبس البيضاء وبعضهم الحمراء، وبعضهم ربما في الصيف يرى أن البيضاء أخف وهكذا. ويبدو لي أنها من الناحية الدينية لا أظن فيها يعني تغيير من هذا إلى هذا، إلا إذا كان بعضهم يرى أن اللون الأبيض سيكون أفضل وأنه هو المقبول. هذا بالنسبة لشماغ الغتر. أما العقال فله وضع خاص، العقال كان يلبس على كل حال، لكن يعني ما يتعلق بالعلماء وطلبة العلم لا يرغبون في لبسه. لكن لو تأتي تسأل ما هو السبب ما تجد تعليل لماذا العقال ما كان يرغب فيه. هم على كل حال العلماء وطلبة العلم لا يرغبون في السفر إلى الخارج،
والتجار الذين يذهبون إلى الخارج ويسمون بالعقيلات، من تعليل اسمهم بالعقيلات أنهم كانوا يلبسون العقال، مع أن هذا ليس بدقيق لأنه ليسوا هم وحدهم. فعلى كل حال عدة تعليلات، بعضهم قال لأنهم يلبسون العقال أورد عليهم أن العقال يلبسه الجميع، قالوا بأنهم يعقلون الإبل، كل الناس يعقلون الإبل، لكنهم قالوا بأنهم يعقلون الإبل إذا اشتروا إبل، فمعناه إذا قاموا وعقلوها انتهى البيع والشراء، ما يمكن لأصحابها الأولين أن يطالبوا بزيادة في الثمن أو كذا. ويريدون تعديلات كثيرة، حتى أن بعضهم يقول بأنه عند الوداع يقولون يا عقيل الله وكذا، يا عقيل الله، أنهم إن شاء الله يردون بالسلامة وهكذا. لكن الشاهد أن العقال لطلبة العلم غير مرغوب فيه، ولهذا عندنا عائلة آل الشيخ حتى غير المنتسبين إلى العلم الشرعي ما كانوا يلبسونه. ويبدو لي ما يمكن أن يقول واحد هذا أول واحد أو كذا هذا، لكن الشيخ دكتور عبد الرحمن آل الشيخ الذي كان وزير الزراعة في أول عهد الملك خالد رحمه الله، رحمه الله الجميع الأحياء والأموات، في عام 95 يقول بأن الملك خالد قال لي أخ عبد الرحمن يعني إن العقال مناسب لك وكذا فلبسه، وإلا كان آل الشيخ تقريبا كلهم ما يلبسون العقال إلى الآن بقي، وخاصة في نجد، ما أدري الإخوان في الحجاز ربما يخالفون القاعدة الآن، ما يمكن خطيب جمعة يخطب ويصلي وهو يلبس العقال. بالنسبة للأئمة إلى سنوات قريبة أيضا ما كانوا، لكن الآن لا، صار عدد من الأئمة في الفروض الخمسة يلبسون العقال ولا يرون فيه بأس، لكن خطيب جمعة يأتي ما يمكن يخطب في نجد وهو لابس العقال. وهذا من الأشياء طبعا القليلة التي بقيت، العقال والمشلح كذلك. المشلح لا يمكن الآن يأتي خطيب جمعة ولا يلبس المشلح أثناء إلقاء الخطبة. فهذه على كل حال كلها يعني عادات وتقاليد وكذا، وهي مع الزمن ربما أنها تتغير. يعني عندنا في نجد إلى عهد ليس بالبعيد، إلى الستينات والسبعينات الهجرية، يعني ليس الرجل الكبير أبو 30 و40 سنة، بل الرجل يعني 15 سنة و16 لا يمكن أن يخرج إلى السوق بعد العصر إلا وهو قد لبس المشلح، لا يمكن. أما الآن يعني تغيرت الأوضاع كثيرا. نعم، على كل حال لا شك أنه ما يتعلق بالطب حسب المتوفر، وكما قلت إن الغالب بالنسبة للكي، يعني هناك مرضان في نجد ما يتعلق بذات الجنب وبعرز النساء أو النساء كما هو الأصل، هذا الكوي لا شك، خاصة ما يتعلق بذات الجنب، هذه لا علاج لها إلا الكوي، وسبحان الله في وقت قصير جدا يستفيد منها المريض، وبعضهم ربما أنه يعني حتى مع الكوي لم يستفيد وربما يكون تأخر. ومنهم الأمير محمد بن رشيد، أمير حائل الذي توفي عام 1315، توفي في ذات الجنب، لكن الشاهد أن عندهم الكي وعندهم أيضا علاجات أخرى حتى ما يتعلق بالفصد أكرمكم الله، إخراج الدم وهكذا، هذه أيضا يستفاد منها. وهناك أعشاب أيضا هم يعملونها، وأعشاب يبيعها العطارون، ولهذا عندنا الرحالة، أحد الرحالة عندنا لا أدري والله اللي هو دوتي أو غيره يقول بأنه انتهى العلاج الذي عنده، ولكن قيل له بأن العطارين يبيعون، فذهب فعلا إلى سوقهم ووجد كل الذي يريده موجود عنده. ففيه أشياء لا شك أنه يتم الاستفادة منها، لكن طبعا عملية جراحية وكذا لا يمكن أن يكون. لكن أحيانا يأتي أيضا أطباء من خارج المملكة أو من خارج نجد، مثلا في عام 42 تعب الملك عبد العزيز وطلب من الأمير عبد الله بن جلوي في الأحساء أن يستدعي له أحد الأطباء في الإرسالية التبشيرية في البحرين،
فجاء الطبيب الأمريكي ديم، وفعلا جاء إلى الرياض واستفاد منه الملك عبد العزيز وشفي. والملك عبد العزيز يعني من باب الترحيب به قال: إذا كنت ترغب أن تخرج إلى الوشم وإلى القصيم يستفيد ماديا فلك الحق في ذلك. وفعلا خرج إلى الوشم وخرج إلى القصيم، جاء إلى بريدة وإلى عنيزة وعمل عمليات تتعلق بالبعوج واستفاد منه الناس كثيرا. والغريب أنه يقولون في يعني ليس غريبا لكن بالنسبة له هو، وهو لا يؤمن بالكي أبدا، في شجرة تعب ويبدو أنها بذات الجنب، فقيل له: عندنا يعني من يكون؟ قال: أبدا، لا يمكن هذا ولا يكون. وفي الأخير تعب تعب شديد، فقال: ائتوني بالذي عندكم الذي يكوي. فكواه واستفاد من الغد، قام نشيطا كأنما أطلق من عقال كما يقولون. فيقال بأنه طلب الرجل المعالج وقال: يعني أطلب ما تشاء. فقال: أريدك أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال: هذا لا يمكن، أنا في الإرسالية التبشيرية الدعوة إلى النصرانية وأسلم، لا يمكن أن يكون. مع أنه جرت بينه مناقشات وبين الشيخ بن عبد اللطيف في شجرة، وكل منهما يعني رغب في الآخر، ولكن طبعا هو بقي على دينه لم يتغير. وجاء أطباء آخرون، وهذا طبيب صحيح، أما هؤلاء الرحالة الذين يأتون إلى نجد ويتعجب الإنسان من مجيئهم يعني وحرصهم، هذا هؤلاء ليسوا بأطباء أبدا، لكن يأتون إلى الشام في الغالب ويبقون سنتين وثلاث يتعلمون اللغة العربية ويتعلمون شيئا من الطب، ثم يدخلون إلى نجد باسم الطب، لأنه لا يمكن أن يقول أنا سائح. الناس لا يقبلون تأتي سائح ولا يعرفوا معنى كلمة سائح. الإنسان سيأتي يزورها، لكن يأتي باسم أنه طبيب ويعالج فعلا، وقسم من الناس يستفيدون منه. فعلى كل حال يعني السؤال ما يتعلق بالطب على قدرهم، والغالب أن الأبناء يرثون هذه المهنة، فأحد الأبناء ربما يكون الكبير يرثها عن أبيه، ثم هذا أيضا أبناؤه يرثونها عنه، ولكن يتميز بعضهم وبعضهم يكون أقل. ومسألة وراثة المهنة ليس فقط في الطب، بل عندنا في نجد ما يتعلق بالزراعة، ما يتعلق بالبناء، ما يتعلق بالجزارة، ما يتعلق كل الغالب الأبناء يرثون مهنة أبيهم، وهذا أمر طبيعي لأنهم يرون أباهم ويرون عمله فيأخذون هذه المهنة، حتى جاءت المدارس طبعا وتركوا مهن آبائهم. نعم، على كل حال كان هناك في الرياض هي الأساس، وحتى المستشفى يعني مستشفى الشميسي كان موجودا في السبعينات الهجرية، ثم بعد ذلك بدأ انتشار في المناطق الأخرى، لكن بالنسبة لمجرد مركز صحي هذا موجود قبل السبعينات، بل حتى في يعني عندنا في القصيم مثلا كان موجود في الستينات في بريدة، وفي عنيزة المستشفى في السبعينات، لكن كان هناك عيادات أيضا، يعني يأتي بعض الإخوة العرب من مصر ومن الشام ويفتحون عيادات ويستفيد الناس منهم على قدرها، لكن لا يقارن طبعا بأيامنا الحاضرة والعمليات الجراحية التي تعمل. لكن أيضا يعني كان حتى في الستينات كان هناك اللقاحات ضد بعض الأمراض، لأنه في السنوات الماضية عندنا في نجد تفتك الأمراض، ومن أشهر السنوات ما تسمى عندنا بسنة الرحمة التي كانت بعد الحرب العالمية الأولى، ويسمونها بالحمى الأسبانية، وهي يبدو أنها ليست خاصة بأسبانيا، لكن في نهاية الحرب في الفترة الأخيرة من الحرب انتشرت حمى، ويبدو أنه يعني كأنهم اتفقوا وهكذا الدول الأوروبية على أنهم لا يشيعون هذا حتى لا تؤثر سلبا على جنودهم، وكلهم فعلا حافظوا على هذا السر إلا أسبانيا أعلنت، فنسبت هذه الحمى إليهم وقيل الحمى الأسبانية، وانتشرت في نجد وتوفي فيها العديد، ومن أبرزهم أكبر أبناء الإمام عبد العزيز وهو الأمير تركي الأول، تركي بن عبد العزيز، توفي في عام 37، وكلها توفي منها بالمئات،
يعني حتى بالمدن التي ليست كبيرة. عندنا في عنيزة يصلون في اليوم الواحد على 8، 10، 12 ربما 15 جنازة. حتى أن الشيخ صالح رحمه الله، كان الشيخ صالح العثماني القاضي هو إمام الجامع، والناس بطبيعتهم طبعا المسجد الجامع يصلي فيه الشيخ قاضي البلد، ويرغبون أن يصلوا على جنائزهم في المسجد. لكن الشيخ رحمه الله في تلك الفترة قال: لا تأتوا بالجنائز، أرعبتم الناس، يعني في السوق يمشى كما قلت ب10 و15. قال: كل جنازة يصلى عليها في مسجدها حتى يكون أخف، المسجد ربما يصلى فيه جنازة أو جنازتين فقط، ولا يؤتى إليهم كلهم في المسجد الجامع. فكان هناك ترويع للناس وهكذا. وعلى كل حال هي يعني بإذن الله لم تطل المدة، فقط تقريبا 3 أشهر وارتفع الوباء. ولهذا الوباء في عام 37 عندنا يؤرخون ويقولون فلان توفي في عام 37 هجري، يقولون بأن توفي في الوباء، وفلان توفي في عام 37 لكن ليس في الوباء، يعني بعدما ارتفع الوباء. Thank you.